اهم ان تعرف الصلاة باطلة وصحيحة ام صحيحة، ولا اهم ان تعرف محمد حسين ايوب محمد حسين يعقوب من شجرة ولا غير من شجرة؟ الله بيسألك عن الاولى ما بيسألك عن الثانية. والان نعود لشبهة الله بيسألك من الصلاة وما بيسألك عن محمد حسين يعقوب مبتدع ولا ما مبتدع. نعم ستسأل عن الصلاة وستسأل عن الدين كاملا كما هو في حديث سؤال القبر، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم الى اخر الحديث؟ وهل اجتناب البدع من الدين؟ الجواب نعم بلا شك كما قال تعالى واذا رأيت الذين. وهل اجتناب البدع وأهلها من الدين؟ الجواب نعم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر في مفتتح كل خطبة من خطبه كما في رواية جابر عند مسلم. أما بعد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكذلك اجتناب أصحاب البدع أيضا من الدين كما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هم أهل البدع، فأمرنا بالإعراض عنهم ولن نعرض عنهم إلا بعد معرفتهم، ولن نعرفهم إلا باستبانة حالهم والسؤال عنهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو من الدين، وستسأل عن الدين كاملا في قبرك، وهو من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وستسأل عن اتباعك له أيضا في قبرك. وهنا فتوى العلامة محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديج فلان أو فلان، وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟ الحمد لله، هذا فيه تأل على الله يخشى على صاحبه، فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك عن ربك ودينك ونبيك، هذه الثلاثة السؤالات، ومن ضمن السؤال عن دين عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها قبلنا ما هو؟ نحن أخرنا حتى يظهر بالجواب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فدعاة البدعة دعاة ضلالة يحرفونك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل حينئذ فتقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الذي قال هذه المقالة ما أظنه نظر في كتاب الله وفي تفكيره نظرة استفادة، أو أنه نظر لكنه غلبه إما هواه أو حب الشهوة أو حب الرياسة أو الهوى لانتصار لفلان أو فلان، الله أعلم بصاحب هذه المقالة وبما في قلبه. الشاهد أنتم الآن سمعتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا منهم. فالسؤال ماذا أجبتم المرسلين إذ كان متبعا لهذا النبي، قال آمنا رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعناه، وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري. فيوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أخشى أن بعض هؤلاء الناس يغلب عليهم الهوى بالانتصار لفلان وعلان، فيأتي بمثل هذه البواقع التي تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يحفظه عن ظهر قلب لكن تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر فيه. فنحن نسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخطأ في القول والعمل، هذا قول باطل ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وقال
سبحانه وتعالى بنفسه ولا يتألى على الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا.